صباح السعادة على كل جمهور وأعضاء النادي الأهلي الكرام. النهاردة عندنا تمارين لو عملناها هتحمينا من خشونة الركبة ومن جميع الإصابات اللي احنا بنتعرض لها بعد كده. طيب ايه هما الخمس تمارين او اكتر حاجة ممكن نركز عليها عشان طقطقة او احنا نطلع السلم بيبقى فيه وجع او اي كان الركبة عضلاتها ضعيفة حواليها يعني؟ خلينا نشوف دلوقتي معانا كابتن حسن مدرب من جيم الولاد وهنجرب معانا الاكسرسايز. اتفضلي كابتن حسن. اول حاجه هنقعد هنجيب حاجه بس هترفع رجلينا من على الارض او من على حاجه بس عاليه مستويه، بنحطها تحت الركبه، ظهري مفرود، سنده بالراحه، ببدا ادوس عليها وارجع. واحد اتنين ثلاثه اربعه، بدوس بعمل بس مقاومة في رجلي في العضلة الأمامية عشان دي العضلة المهمة جدا اللي ماسكة كل الأجزاء بتاعة الركبة. لو هنا قوي هتبقى الركبة بتاعتي قوية جدا، حتى لو أنا عندي خشونة بتبدأ تدريجي يعني يخف الضغط اللي موجود على العظم اللي هنا، بتبدأ رجلية ترتاح وتخف شوية من الخشونة اللي عاملة لي مشكلة مزعجة. تاني تمرين هننام على ظهرنا، بتني رجلي فوق، اتني واحدة والتانية مفرودة وبطلع بيها مفرودة، مشت عليا اهم حاجة، وهنزل تاني اب. واحد اتنين. كل التمارين من اللي احنا بنعملهم دول هنكررهم اربع مجموعات، وكل مجموعة هعد فيها 10 عدات وارتاح. ممكن نكررهم مرة الصبح مرة بالليل ممكن 3 مرات، هي حاجة بسيطة جدا بس هتقوي لي العضلات المحيطة بالركبة أو عضلات العضلة الأمامية نفسها والعضلة الخلفية، هتفرق معايا جدا. هنعد 10 عدات وهنشتغل كمان على الرجل التانية اللي ما فيهاش برضو أي مشكلة أو أي إصابة، برضو لازم الاتنين يبقوا قويين. هرفع الرجل واثبت مفرودة وهشغل مشط رجلي، بس أشد مشط رجلي عليا وارجع تاني. واحد اتنين، والنفس مهم جدا. تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، مهم جدا ان احنا نفضل عاملين انقباض للعضلة الأمامية عشان تفضل معايا قوية وفي مستوى 45 درجة، عشان أقدر أشغل يعني معايا العضلة الأمامية والخلفية في نفس الوقت. تالت تمرين هفرد رجلي خالص وهبدأ أعمل دواير على بره. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، وهعكس الزاوية بتاعتي. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. نفس التمرين برضو هعد 10 عدات وأريح، ومهم قوي إن أنا أكرره 4 مرات وبشتغل على الرجلين زي ما انا نفس الرجل، حتى لو ما فيهاش وجع لازم برضو اعمل لها تقويات عشان ما تبداش توجعني او عضلاتها تضعف. طول ما رجلي قويه شاده مشتي عليا هتفضل العضلات المحيطه بالركبه، ودي اهم عضلات اللي هي بتبقى ماسكه الركبه عامه. تالت تمرين بقى بتبقى اطاله عشان برضو اخف الضغط شويه على الركبه، بنرفع رجلينا رجل واحده بس، واحده متنيه تانيه مفروده، بشد مشتي، ممكن احط هنا استك او ممكن احط فوطه او ممكن امسك بايدي الاثنين لو انا في مرحله متطوره شويه او بلعب رياضه باستمرار. هنمسك بايدينا الاثنين هنا كمان كمان افرد، انا ممكن اعمل كده وممكن ان انا اساعده بحاجه او اشد له عشان اعمل له اطاله لرجليه او العضله الخلفيه. بنريح وبنقوم نقعد، ودي بتبقى اهم اكسرسايز احنا بنعملها خلال اليوم بتاعنا، اما مره الصبح او مره بالليل او مرتين في اليوم، مهم جدا 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 العضلات المحيطه بالركبه عشان نخف من الطقطقه اللي بتحصل او نخف من التعب اللي بيحصل واحنا طالعين السلم. وان شاء الله هنتابعكم في تمرينات جايه مفيده ومهمه. صباح السعاده.